بتاعت الثورة وعيا انه نقطع الطريق حتى على التدخلات الأجنبية بكل ذكاء. فبكرة هتكون الطعم بتاعت المشروع الدولي بحاول يهيمن على الثورة او يلتف عليها ويترجع عشان امشي المصالح. نقصد الامارات والسعودية ومصر، يعني ما ردت فيها الكلام كتير، لكن دي الرسالة المفروض الناس تكون فاهمينها. يعني بكرة ما الناس يعني في هتمشي محيط القيادة العامة وتحضر المؤتمر الصحفي ده على اساس انه مثلا انه يا اخي او يا اخي والله لا لو اللي جابوا ده وده نحن دايرين وما دايرين، لا الحتة ما هنا، الحتة في العملية كلها، العملية السياسية والخطوة الذكية دي اللي بتقطع الطريق. لانه الناس دي الهدف اكثر حاجة يعني هاجس وهم لتجمع المهنيين وللقوى السياسية الموقعة على مسار الحرية والتغيير هي كيفية الحماية على هذه الثورة من حالة الالتفاف او حالة الثرغة الداخلية والاجنبية وكده. وبالتالي نحن نمشي بخطواتنا بتاعت الوعي وبتاعت الذكاء المطلوب في انه ننقل القضية بتاعتنا بوعي اكبر وبمحافظة وبتأمين، وبالتالي نقطع الطريق امام المجلس العسكري اللي ما حيستمر كثير. ده انا بشير بها كل القرارات كل النقاط. المجلس العسكري ما عنده امكانية انه يواصل، قاعد يتسلط ويعاني لكن لفترة محدودة جدا، فترة محدودة جدا ونعم. مع المقابل انه مسائل الاعتصام، عشان كده الناس ترجع لما نحن بنقول يا اخي الاعتصام مهم جدا انه الناس لازم تواصل فيه. البشير يعني مشى عمل عليه انقلاب اتفقوا بغض النظر عن اي حاجه، الثوره لم تكتمل بعد، وبالتالي ما بتكتمل بعد لانه ما اضغط النظام بعد، وعليه انه لابد الناس تكون مستمره حتى انها تحقق اهدافها، لانه التضحيات والشجاعه والمشوار الصعب ومر مر مر والناس يعني قدمت شو حياته واي حاجه غاليه في نفسها يعني لا يمكن انه تضحها بقى نهائي، وبالتالي الناس هم مستمره. عشان كده الاعتصام هو حيزيد غزاره حيزيد تواجدا هنا، بس في تنويهات. يعني في ناس نحن بنقول يا اخي موقع الاعتصام يكون موقع جاذب بحيث انه تتقدم فيه حاجات كلها بتزيد في الوعي، يعني المسرح بيفيد في الوعي، الحفلات الوطنيه بتزيد في الوعي تديك الدفع المعنوي والوجداني للثورة كمكون، والتشكيلين بيدوك افاق بتاع التفكير لسودان تاني وغيرهم، يعني من السياسيين لما يجوا برضه بيعملوا توعية حول مسار الثورة ومتطلباتها والوعي اللي المفروض يكون فيها. الناشطين كذلك بيقوموا بدور زي ده، لكن ما دايرين المسائل تطلع لمسائل يعني جانبية تدعي بعض الناس تتحدثوا. شوفوا الحفلات الوطنية دي مهمة جدا يا اخوان، ما نختلف فيها ودي وجدانية. اما مسائل التصرفات والسلوك الشخصية نحن ما قاعدين نحسبها عليه، ويجب انه نحن ما نحسبها على المعتصمين الثوريين. الناس بتاعنا الثورة اللي وصلوا لغاية المرحلة دي. لكن لأنه ساحة فاتحة. وما بيعني انك انت بتفتشني انه انا ما يعني انا كويس، انت حتفتش اصلا ذاكرتي تحسبت جيبي لو عندي سلاح والله ما عندي سلاح وحخش، لكن انا ممكن اكون كود وانت ما بتعرف ذاته، وممكن جوا حايل اعمل الممارسات اللي بتقوم شنو تدعاكس وتخلي اي ذول كش، لانه هو الغرض شنو؟ فرزعة الاعتصام ده ما امكن بكل الوسائل، وتكون وسائل ناعمه، لان الوسائل بتاعت الوضوح والعنف وكذا وكذا ما جابت حقها ومستهلكه. عشان كده نحن نحاول نكون حريصين ونتنبه، واي تصرف ما سليم يجب انه نحن بالتعاون مع الحرس بتاع البوابه ما نتدخل بالشكل المباشر حتى ما نخلق حاله تصادم، هم بيدعوا لها في النهايه ودايرين حاله انزلاع ولا عنف ولا كده، بمعاونه الجنود على البوابه هم ده ممكن يسيطروا على الموقف، ممكن يشيلوا ذول يطلعوا برا اذا 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 شاب ولا شاب، لكن ما 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 طوالي ده هو اصلا الهدف، ما طوالي يعني احنا نخطها طوالي في الاعتصام ويا اخواننا وكذا وكذا. الناس مقدره، والناس دي اصلا لولا دم شهداء ولولا التضحيات الكبيره وعظيمه جدا مستحيله اصلا ما كانت وجدت لك هناك، دي حقيقه كمان مغره. وبالتالي هم دافعون دم الشهداء ده وانه ياخذوا الرصاص بتاعه وانه يحققوا العداله لاسره وينتصروا للدماء بتاعتهم دي الذكيه من خلال ثوره تطهر البلد وتقدم البلد وتكون فيها عدالة اجتماعية وتكون فيها مواطنة وتكون فيها ايش. لكن نحن نتوخى الحذر في انه ما نطلع الاشاعة هنا الكلام على اساس انه ده الاعتصام او ديل الناس المعتصمين وديل الثوار. الثوار بريئين يا اخوان.
يعني خد في المقابل المخططات اللي ممكن تحصل من الناس ده لك مخططاتهم قاعدوا وعقيدتهم قاعدوا بيفكروا. الامن بتاعهم قاعد اللي كان بيشتغل فيك وبيعدي فيك قاعد وبيفكر وشغالين وبصوروا وبيعملوا في اي حاجه. انه اصلا في تفكير بتاع مخطط واختطاف للثوره بيعادي اجنبيه حتى. وبالتالي نحن نكون واعيين للحته دي. يعني ما نعمم لكن ما نسمح بالحالات دي من خلال ما بالكلام المباشر لكن بتدخل الجنود اللي بيكونوا موجودين في البوابه. جيبوهم اتفقوا معانا اخواننا يا شباب شوفوا الذل ده ماله اللي حاصل له شنو هم بيتفاهموا معاه اي تصرف ما سليم ما بيستدعي انه وجوده ما يكون هنا طوال بيقولوا له يا ذل سلام ده خارج يا ما شبيته يا هم كرتونه شافوا له بوليس تسلموا له والله عملوا له اي حاجه. فنكون واعيين للحته زي دي ليه؟ لانه مغالي الاحتطام ده يا اخواننا والله بيبشرك بثوره حقيقيه وثوره سودانيه خالصه ويعني من المواقف المبشر جدا انه نحن حيكون عندنا سودان مختلف. سودان فيه عداله. سودان فيه تساوي. سودان ما فيه كبير وصغير. الحقوق متساويه. يعني انا اديكم المشهد ده وحعلق عليه اللي هو ده المشهد ده يا اخواننا ل دكتور محمد يوسف نظام ده رئيس تجمع المهنيين السودانيين الدكتور محمد يوسف المصطفى. لما خاشي ما فرزوا انه ده رئيس الهناية معناه ما منه خطر، لا دي هنا بوريك انه ده السودان بكره. يعني انت مهما يكون موقعك مهما يكون هاي لما تجي لاي عمل يتمارد على غيرك حيتمارد عليه كعدالة. وانه بيوضح لك انه البلد دي ماشيه في اتجاه السليم، يعني ان احنا ما يعني الثوره دي كل يوم بتوضح لك انه يعني ماشيه في 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 اتجاه اكثر من سليم يعني. ف يعني بوريك انه مثلا زي محمد يوسف اي ذول عارفه هو رئيس تجمع المهنيين واي ذول بيعرف انه الذول ده دوره شنو بيلعب شنو موقعه شنو واي شيء. لكن مع ذلك لا يعني ما برضه ده ما كان شفاء عليه انه هو الوحيد يخش لكن باقي الناس الشباب يفتشوه. لا في تفتيش تتفتشوا كلهم، ما في تفتيش لكم كلكم. ده نموذج بيخليك انت تتفاعل بالثوره دي بوعيه وبقيمه وبانه ما 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 يعني ما تدخل لنا في المستقبل. ده بشكل واضح. طيب كده نشوف لو في اسئله، نشوف لو في عدلة. فأنا بقدر أدي الخلاصة كده يا لو في سؤال يا عصام عباس عمر زين العابدين مش عمر زين العابدين كل المجلس يا أبو كل المجلس أنا ما نختلف في الحتة دي كلهم مفروض يمشوا يعني. هسه هم في شغلة ترى انه في النهاية حيدفعوا ثمنه بالسجون وكده لأنه بيرتبوا في مخالفات بتاع الثورة مخالفات بتاع أمانة وتطلعات بتاع الشعب ضحى عشان يصل الحتة دي. وبالتالي هم ممكن يجي يشهدوا له في المرحلة زي دي يجي يقول لك احنا أولاد ثوار الذهب بدون قليل. وهو بيجتمع إلى الآن مع قيادات كتائب الظل وكده ده عمر زين العابدين ده. لكن كلهم واحد وجرائم كلهم مرتكبين جرائم من ما عرف الجرائم. لو كان سمسرة برضه جرائم باسم الوطن. لو كان حميد تير ارتكب جرائم في الغرب ما حيطلع منه اصلا. ما الحد ده حق يعني الثوره دي حتى حتكون عندها معادلات يعني والناس ما تتخوف من حاجه بالمناسبه، الناس ما تتخوف اصلا من الحد. يتقال الليله يتقال بكره. ويتقال له هسه ويسمعه هو بيفتكر نفسه في مقوقوع. لانه ده وعي الثوره كده. قبل هو ما يكون في الموقف الضعيف ده. أو ما في ميليشيات يا اخوانا بتهدد الدولة او بتهدد النظام بتاع الدولة يجب ان يكون اصلا الناس ما تحط في راسها انه فلان اقتل السودان كله لكن ما حتكتب قضيته ولا حتكتب تطلعات وامان هذا الشعب في حريته في سلامه وفي عدالته اصلا. انا معاكم يا شباب انه انا ما في هو في كل الناس المجلس يعني كلام ياسر سليم جدا
انه سقوط المجلس العسكري هو مطلب الشعب كله. نحن ما دائما ما بنجزي قضايانا، نحن بنتعامل مع القضايا بشكل كامل ده وبنظومه. في مجلس عسكري يمشي دائما، في نظام يمشي، النظام يمشي معناه بمؤسساته، معناه باجهزته، كذلك المجلس العسكري يمشي بقوامه كله وبحياه العمل ذاته يعني. المهم هم في النهايه رهانوا، رهان المجلس العسكري على ميليشيات ومؤسسات النظام السابق وعلى الاطراف الاجنبيه، وفي النهايه رهان خاسر تمام. ما نتوقع نحن، ما نعيشه عن احنا، ما يتم الاعلان عنه بكره هو خطوه سياسيه قبل ما تكون خطوه بتاعت محافظه او خطوه بتاعت اسماء او خطوه بتاعت مؤهلات. انا استفهم الحته دي، دي خطوه سياسيه ذكيه جدا كبيره جدا، دي حتقطع الطريق امام حاجات كثيره جدا. على الاقل نكون التدخل الخارجي ان احنا قدرنا نخلق له الفورمولا بتاعته بيه، ونقدر المجتمع الخارجي يفهم ذاته باللغه السودانيه البسيطه بتاعت الشباب دي، انه اطفى النور منه للبسيط تحديدا، اطفى النور منه تلعبها هناك، لكن هنا صعب. الشعب يعوض ثورته اكبر من المخطط المصري السعودي هنا، لانه احنا الثلاثه دول اللي عندنا راي في شكل تفكيرها، في شكل انظمتها، في شكل حاجاتها بتعملها بشكل واضح. نحن ما حنكون جزء منها ولا في ذول حياتي ارادتنا، ارادتنا حتكون في الكل. المصريين داريننا لا، نحن ارادتنا كبيره قويه وعاليه حد السماء، كذلك السعوديه والامارات يعني. تتعاملوا معنا كشعب بود، ما عندنا خلاف. دار تتدخل في شؤوننا نحن زي ما قالوا بنقطع نخرتك، مش بنسلم بالنخرت منهم جزاء، ما عندنا مشكله اصلا ولا خايفين من حاجه. الله وايماننا بنفسنا، ما مساله السودان اعتمد على دول ومساعدات ولا هم بيعملوا لنا، وده هتضيع السودان الى الابد. وبالتالي الثوره دي خطت مقاييس وخطت تطلعات لا يجي التناغم منها، ومهارتها بيدهم. الموضوع انتهى هنا. ما عمر يا اخواننا، ما شنو تفعل الهاشتاج؟ نحن ما عندنا، ما بنجزي القضيه يا اخواننا يا الخيام. نحن قضيتنا واحده، نحن مطالبتنا بالمجلس العسكري كله، عمر معقود. لكن حتقول لي البرهان معقود مثلا؟ حتغني بحاجه زي دي؟ ما كلهم كذا. يبقى ذاك مسؤول الدفاع الشعبي، ده بقول لك يا اخي الدفاع الشعبي ده حتى لو دارين يحلوا ندخلوا في الجيش، يعني داروا يدخلوا لنا ثاني الجيش، عشان ثاني بكره يقوموا لنا بانقلاب، يعني شوف المؤامره هنا غبيه كيف. لا نحن المجلس كله يا اخوان، نحن مع المجلس كله يمشي. تتسلم السلطه للمدنيين، وشي معروف مجرد السلطه المدنيه ما تتسلم ده كله حيكون في المعاش، وبعد كده العليو حساب مع الشعب السوداني ده حيكون مكان محاكم يعني. متاكد جدا في مليون اسره، مليون اسره حتجي من غرب السودان ده حتطالب بمحاكمه البرهان، وحتطالب بمحاكمه حميدتي، وحيجي مليون نفر من 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 من, من, من اسر الشهداء حيطالبوا بعمر زين العابدين ومحاكماته. غير الفساد واللعب المحصول في جياد والمؤسسه العسكريه والكلام ده، ده كله في راس الناس دي. فشنو الزول بتاع الشرطه ده اكبر كمان زول فساد، بتاع فساد وانتهاكات وكده، يعني الناس المصير معروف يا اخي. انت ناس بني علمان والكلام الفارغ بتاع كده ده، الموضوع كله انتهى زمانكم ولا يا اخوي. ناس بتتكلم في حاجات ثانيه تمشي البلد لقدام. طبعا القصاص يا احمد صالح، كلنا وطن واحد وجيش واحد. بالمناسبه الجيش من رتبه عقيد ولا تحت. ارجعوا للايفات عملها الرايد ابو قرون، ده بوضح لكم حاجات كثيره جدا. من ضمن الحاجات المهمه بقول يا اخوانا، الناس ما تتخوف بس ما تمشي من الاعتصام، تكون قاعده هناك، لانه احنا كضباط داخل القوات المسلحه دي ما قاعدين ننفذ للمجلس العسكري اي امر، يعني اللي انا ما قاعدين ننفذه قال بشكل واضح وقال في كم واحد ولا خايف يعني. ما خلاص الثوره حصلت مرحله، لازم تكون عندك الشعب تطرح حاجاتك. لكن في النهايه رجع الجيش من اليمن، ده اصلا ده اول غرار سيادي للحكومه اللي حيعلنا تجمع المهنيين الليله مع قوم ميثاق الحريه والتغيير بمجرد استلام مهامهم. اذا المجلس ادانا سلطه بعد بكره وما حينفذوا الغرار من اوائل الغرار. ودي ما الحياه ذاتها بتكون بطبيعه التدخلات الاجنبيه. ما انت لما يكون عندك وطن ديمقراطي يا مجاهد يا عبد الرحمن، لما يكون عندك وطن ديمقراطي هنا بكون في رغابه، بعدين ما بكون في كبير ولا في صغير، يعني بسكوك. بعدين حريه النشر والتعبير، الصحافه دي في السودان مع تقديري واحترامي للصحفيين الموجودين في السودان العاشوا خلال ال 30 سنه دي ما صحافه، لان هي الصحافه هي البحث عن مصادر
بتطرق لحقائق على المجتمع ما بكون عارف انت اللي بتطلعها. وبعد كده بتكوها بيلقوا في فتات هنا وبيلقوا في كينو هنا. ده اللي عنا عايشين في نظام عسكري ديكتاتوري فاشي اي بتاع الاسلام السياسي ده. بالتالي ما عندهم فرص حتى لو عرف حاجه بتكلم. عندك اقرب مثال، اقرب مثال النغيب ابو زيد. ابو زيد ده نغيب لما نتكلم عن الفساد قال يتكلم عن الفساد، لما نتكلم عن الفساد حاول يتابع الحاجه دي ودوه السجن وين وين. هسه عايش في سويسرا. ده من الناس اللي حيرجع السودان حيستلم ملفات فساد الشرطه دي ذاتها، الشرطه نفسها بتاعت الدول اللي هسه قاعد في المجلس العسكري ده انا ما بعرف منه. ده فساده ابو زيد بيعرفها، بيعرفها وعارف تفاصيل الحياه كثيره جدا. ده من الناس اللي حيرجعوا. عشان كده المجلس قاعد يتعطل في المساله بتاعت غرار اعاده المفصولين سياسيين وتعسفين من الخدمه العسكريه. وده المجلس المدني هل حيرجعه؟ خلونا هكذا يتماطوا لكن هذه حترجع. هذه حترجع. ايوه احمد. هو ما احتغلون. ده انا باكد لك المعلومه دي ما احتغلون، ولو احتغلون يعني كده خليها بينك كده بدنا نتكلم كلام عادي. انه السوشيال ميديا دي يا اخواننا اي حاجه بتحفظ بتطلع لك صوره. بيطلع لك فيديو ولا صوره. المهم في ذول في اللحظة ديك ربنا سخره بيكون في المكان والزمان المحدد ده. ولو ما كان من البشر والملائكة بيكون من الشياطين ذاته بيكون بيصور لك فيديو. وده بيكون صبغ للعالم كله مش للسودان، للعالم كله يورونا انه كيف يعني مجرم ديكتاتوري زي البشير ده 30 سنة مقبوض كيف. وتحويله تم كيف. لكن لأنه أصلا ما في حاجة، ما في حاجة بتطلع لك. أي كلام في زمن العولمة والسوشيال ميديا ده يتقال لك بدون توثيق بتاع صوره ولا فيديو الناس تفحص وتلقاه فعلا حقيقي، ده معناه كده اشاعه اصلا ما تشتغل بقى. ودي اشاعه الغرض منها يخدروا يمتصوا حاله الثوره في نفوس الناس. انه يا اخي تم اعتقال والناس بتهدى شويه كده. لكن الناس لما تكون عارفه انه ما تم اعتقال لسه بتكون في الضغط بتاع هدف المطالبه انه الناس لازم تتم اعتقال. لكن هو كله كذب وهم عندهم وسائل. وسائل بيحاولوا يسوقوا بها الحاجه دي. للاسف احنا ذاته عندنا ناس وطنيين ممكن يسوقوا للحاجه دي بدون الوعي الكامل ذاك. يعني بدون ما يبروا الحاجه، يعني زي الواحد داير يعمل لي فقط صبغ صحفي. لكن هو ما عارف انه هو كده بيدعم في شنو وبيضرب في شنو. ودي الخطوره هنا. عشان كده لازم يكون في وعي. شوف ما في حاجه بتحصل بدون هنا. الناس الصغار صغار ديل قبضوهم في حتات ديل طلعت لنا فيديوهات. سوار الذهب ضمنون لك انا عارفه ماشي المطار منو شافه. لكن فجاه الناس دي كانت هناك بتاع النار ده بتاع الامن الشعبي ده ما كك تصور ترسل للميديا طوال في لحظتها. السنوسي جه صرفت على الجمعه حاضره في تصوير حاصل ناس جاهزه. انت التليفون بتاعك ده شنو ما بقى خلاص ده الريبورت انت ما بقيت اي ريبورتر لكل الناس دي. السوشيال ميديا ما في حاجة تسمعها نهائي. قلت لك لو ما في ملائكة والله بشر صوروا في شياطين بيكونوا صوروا برضه وبرضه بيكون بالشروع. يبقى دي الحقيقة، حقيقة ما في دول تم احتلال أصلا. هم قاعدين وين؟ هم بيقولوا في الخرطوم. وأنا ممكن أمشي في السيناريو بتاع إنه هم موجودين حوالين الخرطوم وبحماية بحماية كاملة. لكن هم ما خرجوا السودان. وفي نفس اللحظة هم فيهم ناس طلعوا انا ما اعرف، لكن الموجودين داخل السودان هم ما في محتغلات. دي انا باكدها لكم، باكدها لكم تماما 100%. ولا في ذول يتوهم انه البشير هسه قاعد في كوبر، ولا يتوهم الكلام والاشاعات والناس اللي دارين يعملوا صبغ صحفي، لكن هم ما عارفين نفسهم بيخدموا في منو بيضربوا في منو. انتبهوا. لا المجلس العسكري اصلا ما ممثل صور. الصور هم جابوه، هو جاء على اكتاف الصور. الصور ما جاء على اكتافه. وبالتالي واضحه الرساله. لا ما في حكومة عسكرية سنتين، ما أصلا ما بتحصل. ما مغوي مات إنه يا إخوانا الاعتصام ده بيشيل أصلا السودان في حالة بتاع الشرف كامل اقتصادية. والمجلس العسكري ده ما بيقدر يمشي أي حاجة في الظرف الحاصل ده. وبالتالي ما حتقول لي حتقول لي يا أخي الدعم الخارجي، الدعم الخارجي ده ما حيقدر. ما حيقدر. هو أصلا دعم مشروط يا إخوانا. مشروط بتصفية الثورة دي. إذا ما حدث أنا قلت ممكن يحاولوا يكون في غباء كبير جدا لو حاولوا يطبقوا السيناريو بتاع رابعه العدويه.
وده لو في اي حاله تفكير ليه الناس بتكون متصبغه في تفكير ليه بالنسبه للصور، والناس بتعرف تتعامل مع الحاجات دي في وقتها. لكن هي الرساله المهمه، الرساله المهمه لاي ذو يعرفها، انه بكره يا اخواننا الاعلان بتاع الاحد ده الساعه 7 خالد الحمدابي ايوه انا اتفق معك. الضباط الصغار في الرتب دول ما طلعوا يتكلموا يعني، وشفناهم احنا الحاجه للصغار كيف هم خلقوا المعادله دي. بوابتين بس من القياده العامه على حسب تسجيل كمال عبد المعروف، هي 7 قال 7 بوابات في القياده العامه، قال في 5 قدروا عملوا سويتش للنبطشيه بتاعتها، لكن في 2 قال رفضوا. البوابتين ديل الدعامهم الملازم اول محمد صديق لما جاب الكتير بتاعته جميع المظلات يا اخوانا اللي بتتذكروا، هم ديل اللي خلقوا المعادله بتاعت انه ما 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 انحياز الثوره، وديل اللي قووا الثوره، وديل اللي عجلوا بانه الناس الكبار ديل خافوا، الناس ديل حيقوموا بانقلاب عليهم هم كلهم، وبالتالي حمايه لنفسهم وحمايه للناس المعاونه الكبار بتاعهم كان بتاعت ابن عوف، حركه ابن عوف الغبيه دي. وبعديها جات اللقبه منها بتاعت برهان دي. لكن في النهايه هم دارين يحموا نفسهم كلهم، وبالتالي المجلس ده بيمثل حمايه، لذلك الحمايه بيمثلها دي لمنو؟ للاجهزه والمؤسسات الشغاله دي. فنكون واعيين للحته دي تمام، انه اصلا النظام موجود، المجلس العسكري هو النظام ذاته. وما تستغرب انه البشير ذاته بيقولوا انتم تعملوا شنو ما تعملوا شنو. بس لكن يعني احلام السلام عليكم السلام. بس الحاجه اللي احنا نقوم نركز عليها ودي خلاصه ما قوم به ابراهيم عليك التحيه. خلاصه ما دارين نوصل له هنا ده انه احنا وضحنا كلام الشيء الحافظ بالضبط شنو نكون على بينه منه. لكن يعني انا كلامي كله في النهايه حيقوم يصب في حته اساسيه واللي هي مساله يا اخواننا الاعلام بتاع هو الحريه والتغيير، مثل الحريه والتغيير مع تجمع المهنيين الاحد الساعه 7 مؤتمر صحفي، الناس ما تنظر فيه لمثل بتاع ده اللي تندمنوه ولا ده شنو ولا ده شنو، انما الناس تنظر للخطوه ككل والغرار ده ليه والاعلان ده ليه هتيجي يوم 7 يوم الاحد. يا اخوانا ده كله خطوه ذكيه جدا من تجمع المهنيين وهو مثل الحريه والتغيير لقطع الطريق امام التدخلات الاجنبيه وامام الدعوه بتاعت السيسي عبر السعوديه بدعم السعوديه والامارات لغمه عربيه طاريه لمناقشه السودان. السودان 5 شهور يا اخوان، 5 شهور، 5 شهور الناس دي مارست كل انواع القمع والبطش والفيديوهات بتاعت السودان دي في دوله واحده فتحت خشومه. ليه هسه يجوا بعد الثوره ما اصبحت في هذا المركز القوي وانها هي منتظره منتصره منتصره وباراده الله ونفسها فقط. ده كل الاعتماد بتاعه عليه الله وعلى نفسه بدون اي حاجه كده. اصلا جاء ومزاج السودان حريه وكرامه لنفسه، بالتالي ضحى وعمل الحياة دي كلها. ما في دوله واحده تكلمت هسه بعد ما نحن وصلنا لمصر ده. مصر تيجي تقول ده دعوه طاريه لغمه افريقيه عشان يناقشوا قضيه السودان، عشان يخلقوا لهم حاله بتاعت التفاف على الثوره عبر المجلس العسكري ده، ده كلام فارغ. وبالتالي الخطوه بتاعت الليله دي مهمه ذكيه بتقطع الطريق بتحمي الثوره. يبقى احنا ما هنعين لمحافظه ولا هنعين لفهم سياسي ولا هنعين لذات منه. بس ما يرد الليله هو بيمثل الثوره، لان دي حمايه الثوره هنا وده الذكاء بتاع الثوره. يبقى ده دي نقله نوعيه، دي نقله نوعيه في العمل السياسي، نقله نوعيه في حمايه الثوره، ونقله نوعيه في قطع التدخلات الاجنبيه، ونقله نوعيه في انه المجلس العسكري ده بيكون في مربع ضيق جدا، ما عنده حل غير يسلم، سلم السلطه دي للمدنيين، وبعد كده هم شانوا شان اي مواطن سوداني. ما حيكونوا عليه من القانون، من حق اي يسرى تقاضيهم، من حق اي يسرى، بعد كده القضاء القضاء يحكم. المجلس يا عمر ابراهيم، المجلس بيتمسك المجلس العسكري بيتمسك بالسلطه ليه؟ لانه اصلا هو جاي باتفاق، هو ما جاي بانقلاب والله ناس سيناريوهات بتاعت الخطب والتغبيش دي خلينا منها. هو اصلا ابن عوف جاي باتفاق، اتفقوا مع البشير انه عشان نحمي نفسنا
من ضباط الصغار صغار الضباط، لانه الململه وانه في عندك بوابتين، انا قلت لك الكلام ده قاله كمال عبد المعروف، انه بوابتين رفضوا يسلموا ده خلق تمرد، وانه ملازمه هو يجي بكتيبه من المظلات يجي يعمل حمايه للناس دي، معناها ممكن تجينا عبره وممكن تجينا اللي هو 10 سنجي، ممكن يجينا اللي هو 20 القدار، ممكن يجينا بتاعة النار، ممكن يجينا بتاع مدني، مين؟ ما بتعرف. وبالتالي نحن كلنا بنكون في التمنه سوا، بنخسر اي حاجه، وبالتالي نحن يكون عندنا دمام المبادره. بالتالي جابوا ابن عوف. ابن عوف خلال 24 ساعه لقوه ده ما دمام مبادره، ده مؤخره. قاموا طوال استبدلوه بالبرهان، وكل عشان يحموا نفسهم. هم عصابة كاملة متكاملة اشتغلت مع بعض 30 سنة روت من دم الشعب السوداني كلهم مجرمين، وبالتالي هم هفت بيحموا في نفسهم. يعني ما تقول لي حمايتي كلها مثلا الموضوع بتاع الحماية، وبالتالي هفت ما في دول مشتغل ما نقدر نفسنا وما نقدرش نفسنا. والله السوشيال ميديا دي قلت لك لو ما خلف الكاميرا والتليفون ده بني آدم والله ملك نازل من السماء بيكون في شيطان بصور. يعني السوشيال ميديا يا اخواننا ما يبقى لو انت ما شفتها والناس اتحققت ده لو اشتغلوه العالم ده كله بيعرف، لانه العالم ده كله مطارده، والعالم ده هسه المحكمه العدل الدوليه اخوانا مرسل خطابين للمجلس العسكري ده لتسليم الرموز بما فيهم حميدتي ده اسمه بيجيبوه بيرسلوا لهم برضه في لسه من الناس المطالبين يسلمون. طيب ده الحاجه هنا يبقى هي المساله في النهايه المساله بتاعت حمايه، وبالتالي المقابل لها يعني واضحه جدا انه هسه بالتالي هم ما بيقدروا يحلوا المؤسسات والاجهزه لانه بيعتبروها لسه اذراع ممكن يحميهم اذا فشلوا عسكريا هنا على مستوى التنصيب بالرجاله ده او بتاع الخدعه ده عندهم. بالتالي في الدعم الاجنبي، الدعم الاجنبي لانه مصالح مرتبطه بالناس الفساد دي، الناس اللي بيمشوا فيهم مصالحهم على حساب سياده وكرامه الانسان السوداني كوطن وشعب. يبقى الحته مرتبطه كده خليها وضحت لك يعني يا عمر ابراهيم كده ليه انت تعرف المجلس العسكري متمسك بالسلطه؟ لانها حمايه اليوم، الناس دي كلهم مجرمين، الناس دي لدانهم ملطخه. ولازم في ضغط دولي برضو اجنبي بتاع الامارات السعوديه ومصر ده برضو في انه يحافظ على مصالحهم هم الداخليه والخارجيه. نحن السعوديه بنمثل لها امن قومي كامل متكامل، غذائي وبتاع نزاعات سياسيه، يعني مثلا زي اليمن وبنحقق لهم امن غذائي من حول مدينه دونغرا. بدينا 300 والله كم ما عارف ألف فدان بيطلعوا منا على الاتفاق ذاته بتاعهم. بس يعني هاي عمر انا كده ان شاء الله اكون رديت لك. هم كلهم كيزان يا اخوان، هم الكوزن دي شنو؟ هو مع النظام، نظام بطوتي المصالح، النظام ده اصلا عباره عن مصلحه، الارتباط المصالح ببعض هو في النهايه ده التعريف للكوزن ذاته. يعني ناس فاضيين مع بعض كده. اي دول كلهم مورطين سوا. يعني في النهايه لازم يكون مصيرهم واحد. سلبا وايجابا، عشان كده. لا نحن يلا دي حته جانا يا خطاب. شوف الاحزاب السياسيه تتفق ما تتفق ده ما يهمنا. ما يهمنا الاعلام بتاع الميثاق بتاع الحريه والتغيير الليله مع المهنيين. اي جسم يعلن نحن ما نقراه بزاويه انه محاصصة أو دمنه وقري شنو وتأهيله شنو كده، لا بقدر ما أنها هي خطوة سياسية، هي خطوة سياسية تقطع الطريق حتى تؤمن هذه الثورة من حالة الالتفاف أو من حالة الاختطاف الأجنبي مع عوامله الداخلية، قلنا ممثلة في مؤسسات واجهة النظام ومع مع 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 المجلس العسكري. الصورة تكون واضحة، عشان كده ما يجي الليلة من المؤتمر طوالة الغين هم ممثلين بدون أي نقاش، لانه هو بيقطع لنا الخطوه. عشان كده انا بديك الصوره الكبيره فريم الاكبر اللي داخله الصوره دي عشان يعني القرايه تكون واضحه والناس تكون مستوعبه ما يحدث الليله شنو. مصطفى رايي انا في المبادره بتاعت الخروج من الدول العربيه انا طرحتها من قبل اكثر من 3 سنوات. قلت لو حصل الثوره وضغطنا هذا النظام يعني لابد دي 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 نحن عندنا فيها 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 دراسه كامله يعني ذاته عشان نقنع المجتمع السوداني ده بانه ليه نحن دارين نطلع، ما لانه دي ما داخل بتاع اللب السياسيين ما بنفذوا لك الكلام ده بسهوله، ما لم انه يكون عندك ضغط تقدر تاثر به في المؤسسات التشريعيه، والمؤسسات التشريعيه ده تعمل ضغط على المؤسسات التنفيذيه وكده، وبالتالي بنقول نحقق ده شغل بتاع منظمات المجتمع المدني ده نحن هنكون في 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 فيه جزء منه.
جزء منه، وعندنا فكره كامله متكامله، وعندنا دراسه كامله ليه انه جامعه الدول العربيه يعني وجودنا فيها بيعني مدار بالسودان. تمام، كل الجوانب بكل الاتجاهات، وبالتالي خروج السودان من جامعه الدول العربيه بيعني تحرير كبير جدا، وخروج من 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 من, من مجتمع سياسي مريض جدا يعتمد ويعيش على المؤامرات وعلى الخبائث وعلى الدسائس وعلى المؤامرات وعلى الارتهام. وبالتالي احنا ما حنكون جزء منه، احنا ما حنكون جزء منه. والاتحاد الافريقي ذاته اذا شفناه برضو عنده ممارسات دي بنخلي، ما بيهمنا كثير. المنظمات دي اذا احنا ما بنستفيد منها بالجانب الايجابي يجب انه احنا ما نخطها عالي علينا. بموضوع الجامعه العربيه ده احنا عندنا له دراسه، يعني مش انا موافق فيه، وانا هكون جزء من منظمه المجتمع المدني بنجهز الدراسه بتاعته. ليه احنا ذاته نطلع من دول عشان نقنع المواطن؟ ما هو ده حيكون قرار شعبي، قرار شعبي يضغط السلطه التنفيذيه تكون تنفذه لنا. هذا الامن قاعد يا هارون، هذا الامن قاعد كما هو وشغال في شغله بتاع 30 سنه، شغال برصد وبيجمع معلومات وبيعمل اي حاجه، وموجود في ساحه الاعتصام. ليه؟ لانه المؤسسات ما تحلت، النظام قاعد، عشان كده نقول لم يضبط بعض. بس ما بيقدر يمارس العنجهيه والفوضى والهمجيه بتاعت اللي كان بيمارسها قبل اسبوعين، ما بيقدر. هسه مع الظرف وانتصار الثوره ولو بنسبه 80% او ب 70% او 60% او 50%، نحن في نص الطريق الان، برضه ما بيقدر، لانه عارف ممكن يحصل شنو. ايوه طبعا شايف اللايف ده اخذ هسه برضه ماشي لساعه ونص. تخيل لي، بعتذر لاي دول ما شفته ما ردت له. محمد اسحاق تحياتي لك يا وخالد وعصام. روسيا اعترفت بالمجلس العسكري. روسيا طبعا عندها اتفاقيات مع النظام السابق، عندها مصالح في السودان وعندها قاعده في البحر الاحمر. واول التقارير اللي كانت طلعت ودي لغايه الان احنا هي داخل السودان، يعني ما متاكدين من صحتها، انه عمر البشير موجود، لكن انا ارجح الكلام ده يكون سليم، بس ما عندي معكده. يعني انا في اغراءات يعني للحاجه دي، ممكن يعني اتفق مع الكلام ده بنسبه 80% في انه البشير موجود في القاعده العسكريه الروسيه الموجوده في المياه السودانيه في البحر الاحمر، في قاعده هناك البشير ادى لروسيا وقال هو قاعد هناك تحت الحمايه الروسيه عشان ما حتى لا يسلم له، لانه ما بيصح حتى في ذلك، في ناس ما بيصح حتى لا يسلم للجنازه، وبالتالي الجهه الوحيده اللي بيضمن انها ما بتسلم روسيا. فقالوا قاعد في القاعده العسكريه دي وفيها حوالي 3000 جندي روسي، واللي هي في المياه السودانيه في البحر الاحمر. فبالتاكيد روسيا هتكون داعمه للمجلس العسكري لان مصالحها مرتبطه بالنظام ده. والمجلس العسكري بيمثل النظام السابق في مؤسساته وفي اجهزته. وعارف دي التهمه ذاتها بتاعت الفساد، ممكن تبيع العباد وتبيع الاوطان والعباد يعني. فده كله اللي قريته، يعني الناس الليله تركز يوم الاحد ده في انه الخطوه السياسيه بيقوم بها ميثاق الحريه والتغيير وتجمع المهنيين هي خطوه سياسيه، الناس هنتقبلها كده باي اسماء ما بهمنا، بس بتهمنا الخطوه السياسيه من حيث الذكاء والتوغيط بتاعه في انها بتقطع الخط والطريق امام التدخلات الاجنبيه وامام الدعوه المصريه السعوديه الاماراتيه من خلفها للقمه العربيه. لانه بنعتقد انه الشعب السوداني كان محتاج لقمه طاريه افريقيه، لما النظام كان بيمارس القمع والقتل و خلال 5 شهور اللي فاتت، مش بعد ما الثوره اصبحت في هذا الموقف الغوي، لكن حاله الالتفاف دعتهم. عشان كده بوريك انه المصالح الخارجيه ما عندها علاقه بك نهائي، لو كان عندها علاقه بك وفعلا هم منطلقين من موقع الانسان السوداني والمواطن السوداني كان السيسي ده عمل الدعوه دي شهر 2 شهر 1 شهر 3 شهر 4، مش لما الثوره بقت في موقفه وبقت منتصره وعرف انه النظام ده ماشي ودارين يخلقوا حاله الالتفاف عشان شنو. بس شعب السودان ده يعني ما بيستحق حريه ولا بيستحق سلام ولا بيستحق عداله ولا بيستحق انه يكون عنده حريه. عشان كده دي الدعوه، عشان كده ما يتمخض الليله عن هناك هي خطوه سياسيه يعني احنا بنصفق لها، وانه ده الخطاب اللي يجب انه
يعني يتمهر من قوة الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، يترسل لسفاراتهم الاثنين، يسلم لكل السفارات، لكل السفارات الإفريقية الموجودة في السودان والأجنبية بشكل عام، لكن تحديدا الإفريقية، ويكون مع خطاب واضح وشافي للدول دي انه ده موقف السودان وكده كده. وبنرفض تدخلات مصر والسعودية وإحنا في الشأن السوداني، والشأن السوداني حيكون شأن سوداني، الثورة السودانية ثورة سودانية للخالص، ان احنا صراعنا مع العسكر ومع النظام السابق غاية الى ان تنتصر الثورة السودانية، والثورة السودانية منتصرة وغريبا ان شاء الله. تحياتي لكم، الى ان نلتقيكم في الفيديو القادم. اعتذر لاي دول انا ما اقدر اتردد له لظروف الزمن. تحياتي للجميع. والثورة يا اخواننا نقولها بشكل واضح لم تكتمل بعد، ولذلك بنقول لم تضغط بعد. ما بيننا كسودانيين صوار ساحة الاعتصام في القيادة العامة. تحياتي للجميع.